مرحبا بحضراتكم مرة كمان، وخلينا ننتقل دلوقتي لأخبار النادي الأهلي. ولجنة تحديدا العضوية بالنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل استقبلت امبارح يعني دفعة جديدة من الراغبين بقى عشان يحصلوا على عضوية فرع الأهلي بالتجمع الخامس. كنا تابعنا الأخبار بتاعة هذا الفرع مع حضراتكم أنا وكريم بشكل يعني أعتقد تفصيلي الفترة اللي فاتت. خليني أقول لحضراتكم برضو يعني كان في إقبال كبير جدا من الناس اللي عايزة تحصل على عضوية النادي الأهلي بالفرع ده تحديدا، وهو بيحظي باهتمام كبير جدا بصراحة يعني، وبيعتبر صرح جديد بيضاف لسلسلة فروع النادي، وهيتم الانتهاء مفروض منه أو تم الانتهاء بالفعل من البنية التحتية لأرض النادي كان بالكامل، هتبلغ مساحته 50 فدان، وأعتقد دي مساحة كبيرة جدا يعني. وبنتكلم ليس المرحلة الأولى كمان فقط، ده على الكل. مجلس الإدارة برضو برئاسة كابتن محمود الخطيب كان عامل زي ما حضراتكم شايفين جولة تفقدية، ده تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة اللي جاية. وطمن كمان كابتن محمود على الانتهاء من كافة هنا التجهيزات الخاصة بالفرع زي ما بتقال كده تقريبا، سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية، بالمرافق، بالملاعب، كمان أماكن الجلوس بتاعة الأعضاء، منطقة لعب الأطفال، والأثاث الخاص ببعض المباني كمان الإدارية. يعني الشكل اللي حضراتكم شايفينه، خلي يا جماعة الفيديو شوية، الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده قدامكم دلوقتي على الشاشة هو اللي بيتكلم عن نفسه. رجع لي الفيديو بعد إذنك. الفكرة كلها ان انت لما بتيجي تعمل صرح او بتيجي تعمل فرع جديد او بتيجي تبني حاجة خاصة بالنادي الاهلي لازم تكون على اعلى مستوى. لو حضراتكم شفتوا هي نفس الديزاين، نفس الالوان، نفس الجودة، نفس الكفاءة اللي موجودة في الفروع كلها موجودة في فرع النادي الاهلي بالتجمع الخامس، حاجة محترمة. كابتن محمود الخطيب كان بيؤكد هذا الكلام، قالك انا مش هقدم غير ما يليق بجماهير النادي الاهلي. زي ما حضراتكم شايفين يمكن برضو الصورة ما تكونش مقدمه الشكل بشكل يعني طبيعي او بشكل كبير، لكن لو حضراتكم رحتوا ان شاء الله مع الافتتاح وشفتوا هناك حاجه على اعلى مستوى فعلا، يعني ده اللي احنا بناكده لحضراتكم. عشان كده من دلوقتي ويمكن من اول ما تم الاعلان اصلا عن افتتاح الفرع في التجمع الخامس، وانا وكريم اتكلمنا في النقطه دي قبل كده، ناس كتيره كانت عندها اقبال وكان عندها رغبه ان هي تروح وتشترك في هذا الفرع تحديدا، حاجه اعتقد محترمه. وكده انت بتخدم كل تقريبا المناطق على قد ما تقدر للاعضاء في يعني محافظه القاهره على قد ما بنقدر. طبعا احنا دلوقتي موجودين في محافظات كمان مختلفه، يعني حاجه فعلا تليق بجماهير النادي الأهلي.